هلا شلونك؟ الحمد لله. وجهي تعب من المكياج، واذا تشوفين الكلف وجهي كلش تعب، ما خليت حمره ما استخدمتها، ما حطيت كحله وما حطيتها، واذا تشوفوا وجهي يلعب مليون نفس، حتى الرجال راح يطلقني. لا 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 مو هيك. زين انت شنو مسويه حادث دعمت السياره؟ شو الموضوع؟ قامت تحشش. لا حبيبتي، هسه انا قلت لك اريد اصير حلوه، وديني للدكتور لان قلت لك راح اطلق. زين خمس دقائق وانزل الدكتور التجميل، هو يشوف شنو مناسب لك ويسوي لك. يلا. ويلي على مركز جلد حلو نظيف. يا سلام، هاي شنو؟ بس خاف احد يشوفه. هذا الاكل، الشم، الشعر. محروقة مع الطبقات. اوف، كون يطلع هذا زين واخلي هذا كله في بوجهي. ولو مركز زرقون ما يقصرون، حتى راح يحلوا لي الموضوع واطلع اخبل. خليني اروح اشوف الدكتور. ايش راح يخلصني من عنده؟ فتلا يعيب علي. يلا يا خالتي، لا انا جاي اعيبك خالتي. مرحبا دكتور. اهلا وسهلا، تفضلي. دكتور اريدك تحل مشاكلي. ما تحل مشاكل، استريحي. شكرا. تفضلي عيني. دكتور اريد هذا، ايش يسمونه؟ بوتوكس. 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 واريد هذا اللي يكبر الشفه، ايش يسموه؟ فيلر. اي عافيه عليك يا دكتور. واريد هاي اللي تكبر العين هيك، هذا اللي يروح انت جاعد، ايش يسموها؟ ميزو. ما اعرف هذني الشغلات، ميزو على فيلر على بوتوكس، اريدك تلوزني. اوكي دكتور. اسالك واحده واحده. اوكي. كنا هنا راح نشتغل ان شاء الله، اليوم راح نبدي بالجلسه الاولى، بس اول شيء لازم نوخر المكياج. اي مش راح يوخر، يراد لك تنويبس. اوكي. دكتور ترى بشرتي كلش حساسه. تراني ما حاطه مكياج هوايه. الجمال يتطلب. هسه اني مو راح اسوي تجميل بعد، ما احتاج مكياج، مو دكتور؟ اكيد. واو، شنو؟ طلعتي عبوده من مولده؟ اليوم راح نسوي لك بوتوكس وفيلر. اوكي، الجلسة الجاية ان شاء الله راح نبدي بالميزو والشغلات الثانية، وكلها ان شاء الله راح نسوي شيء. دكتور المهم اطلع حلوة. ان شاء الله تطلعين حلوة. ان شاء الله. شرحت المركز زرقان، مركز زرقان سواني كلش حلوة. اي حلوة. هلو دكتور. اهلا وسهلا علي. احترقنا، صرت اخبط. وعلي وعلي شلونك؟ هلا هلا ويك. كملي الجلسة دكتور. يلا استريحي. اليوم راح نكمل الجلسة الثانية إن شاء الله، إن شاء الله راح تطلعين بعد أحلى من هسه. إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً دكتور يعني النتيجة كلش حلوة، وعاشت إيدك. تدرين. أوكي. أوكي. ما شاء الله إيدك كلش خفيفة. الحمد لله. دكتور بيا ألم. خير، شبيك ألم عيني؟ ألم دكتور. يا الله، شنو الألم اللي عندك؟ دكتور أنا جربت تجميل عندكم والنتيجة روعة. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. وهسه أجيت أعالج أسناني. يا أهلا وسهلا بيك دكتور. شكو 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 صاير شكو. بس هذا منادي. هاي ليش؟ يعني أنت حق عند الفيلر والبوتوكس وغيرنا شكلك كله، ما خفتي منه؟ تخافي من هاي؟ إلا من هاي أخاف. الأوبرا خلاص، ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك. هاي هاي تمام هيك؟ تمام. هاي
بس ارتاح. لا شلون حتعالج لي اسنان؟ بس خليني اشوف ايش عندك. جوز ما يحتاج، جوز ما يحتاج الابره بيها. لا دكتور لا 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 ما نحتاج جوز الابره. عندي حل لك، بس اشوفون عندي حل لك. يلا ماشي يلا دكتور. اوكي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا 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 يا لهوي، انا راح استخدم المرايه. كل شيء ما راح استخدم غير المرايه. الوجع هنا عندك؟ ليش عايفته هيك؟ هذا راح نضل نسوي حشو الجذر، وهي حشوة الجذر لازم نستخدم ابرة البنج. خلاص اهدى اهدى اهدى، عندي طريقة ثانية، عندي طريقة ثانية. شنو هي؟ شنو رايك بغاز الضاحك؟ هذا الغاز اللي نسوي بيه كله اطباء؟ لا 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 لا، غاز ضاحك راح نقعدش مرتاحة مثل هو يسوي ريلاكسنت لجسمك، ما تشعرين باي شيء، راح نشتغلش تطلعين اصلا تطبين ضاحكة وتطلعين ضاحكة. صدق دكتور؟ هو اسمه غاز الضاحك. شو هذا اول مرة اسمع بيه؟ موجود بس عندكم؟ عندنا موجود، الابرة ما نستخدمها. راح حتى اذا نستخدمها ما راح تشعرين باي شيء، هو عبارة عن غاز ضاحك. تمام دكتور. يلا توكلنا. يلا. غاز الضاحك وغاز الضاحك.